السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن العراق، وبإمكان حضراتكم مشاهدينا الكرام أن تتواصلوا معنا من خلال أرقام هواتفنا التي تظهر أسفل الشاشة أمامكم، والتي تمكنكم من إرسال من الاتصال وأيضا عبر تطبيق الواتساب من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. نبدأ مشاهدينا الكرام من الفقرة الأولى، فقرة المقاطع المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي. يعاني القطاع الصحي في العراق ومنذ 20 سنة من الفوضى والإهمال، حيث يعتمد على بعض المستشفيات والمراكز الطبية التي سبق وأن أنشئت في 70ات و80ات القرن الماضي، والتي باتت متهالكة ولا تصلح لأداء الوظيفة التي أقيمت لأجلها، خاصة في ظل الفساد الذي استشرى في مفاصلها وجعلها عاجزة عن تقديم أي خدمات للمواطنين. وبالرغم من التصريحات المتكررة للحكومة الحالية والسابقة بشأن تأهيل المستشفيات وتوفير المستلزمات الطبية الحديثة فيها، إلا أن السمة الأبرز في هذه المشاريع هي التلكؤ في إنجازها وسرقة الأموال المخصصة لها في وقت يعاني فيه قطاع الصحة من نقص في المستشفيات. ووصفت لجنة الخدمات النيابية الواقع الصحية في العراق بالمتخلف، وأن 5 حكومات لم تتمكن من توفير خدمات صحية حقيقية للمواطنين. وقال عضو اللجنة النائب محمد خليل إن القطاع الصحي في العراق لا يليق بمكانة العراق الصحية والعلمية بسبب الفساد وقلة التخصيصات المالية وضعف الجهود الحقيقية في هذا القطاع، وشدد على ضرورة تخصيص أموال من الموازنة لتطوير القطاع الصحي وتوفير المزيد من الخدمات الصحية وبناء مستشفيات جديدة وتوفير كوادر جيدة ومرافق صحية نموذجية. دعونا الآن نشاهد أحد المواطنين يشكو من الإهمال الحكومي والواقع المزري لمستشفى الحلة في محافظة بابل، لنشاهد. رسالة إلى سيادة رئيس الوزراء اللي قال الصحة والتعليم اهتمام الأول منذ استلامه محمد شيوع السوداني، وإلى وزير الصحة. أنت تخيل هاي مستشفى سنة 2023 بالعراق، مستشفى هاي باوع، تعال باوع، هذا طوارئ مستشفى الحلة التعليم ومستشفى الجمهوري. شوف شوف شوف، يعني أنا أعتذر عن هذا المنبر لكن باوع، هاي مستشفى بها ناس بالإنعاش، مستشفى بها ناس بالطوارئ، تخيل هاك باوع، تخيل شوف، صورها صور عندنا التواليتات، صور شوف شوف، هذا كلها هاي طبينا بتشي حبل نقاسة، شوف هاي كلها نقاسة، بس خلا صور حتى تشوفون يا ناس، شاركوا هذا المنشور خلي يشوفه. هاي مستشفى سنة 2023 بالعراق، بالعراق هاي المستشفى، مستشفى الحلة التعليم اللي هي محافظة بابل، يا سيادة رئيس الوزراء يا وزير الصحة، باوع، تعال باوع، هاي المستشفى مع العلم، مع العلم اقسم، انا صار لي 20 يوم هنا بايت، عندي طفله بالانعاش، 20 يوم 20 يوم المستشفى كاتلها الوسخ، ما بيها حد ينظف بيها، بس 4 عمال، الباقيين كلهم طلعوهم لان ما حد يعطيهم راتب، ليش؟ ليش؟ بس اريد افهم هاي الفلوس مال الخزين مال وزاره الصحه وين دا يروح؟ مع الاسف والله بس للبوق وللحرام. باوع بس للبوق، واكلوا ما تخافون الله، شوف هاي الحرام وين تروح؟ وين تروح؟ هاي هذه بنص النقاصه طاب. استحوا على ضميركم شويه. الناشد. نستمر مشاهدينا الكرام مع نفس الموضوع. تناولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا عن اندلاع نزاع مسلح من قبل مسلحين مجهولين داخل مستشفى الصدر في مدينة الصدر وسط العاصمة بغداد، لنشاهد. حادثية حالية، رمي بالطوارئ هسه الساعة 12 بساعة بالوحدة إلا 5 دقائق. حجزة والعالم والشرطة. دعونا الآن مشاهدينا الكرام نتابع بعض التعليقات أو نستعرض بعض التعليقات التي وردت بشأن هذين المقطعين. ورود المصطفى تقول: مهزلة واستهانة، والله ماكو أمان بكل شيء. لدينا تعليق من ستار يقول: حكومة خرطي والميليشيات تصول وتجول وما حد يقدر يحكي وياهم.
للي يقولون العراق أمان. خلونا نشوف عبد الحكيم شو يقول. عادي جدا في هذا البلد، أصبح أمرا طبيعيا من وجهة نظر عبد الحكيم. جلال يقول: هذا مستشفى القادسية بمدينة الصدر، الداخل فوضى بكل وقت. بمدينة الصدر الداخل فوضى بكل وقت. طيب دعونا نكمل مشاهدينا الكرام ما لدينا من مواضيع وننتقل إلى مقطع آخر أو موضوع آخر. دقت المنظمة الأممية للطفولة اليونيسيف جرس الإنذار بشأن خطورة الأوضاع الصحية في المدارس العراقية، مشيرة إلى أن نصف المدارس في العراق تفتقر إلى الخدمات الأساسية من المياه والصرف الصحي والنظافة. بدوره لم ينفي المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية كريم السيد ما أكدته اليونيسيف، وقال إن هناك مشاكل في البيئة الصحية للمدارس، مشيرا إلى أن وزارة التربية تعاني أساسا من ضغوط على المؤسسات التربوية وخاصة الأبنية المدرسية التي غالبيتها فيها ازدواج للدوام، وهناك أكثر من مدرسة بنايتها متداعية، مؤكدا أن حركة بناء المدارس في العراق متوقفة تقريبا منذ عام 2013. وقد سلط أحد الناشطين الضوء على الحال المزري لمدرستي نينوى والنبوغ الكرفانية في محافظة النجف. دعونا نشاهد. راح نبديلكم بمرافقات المدرسة. هاي مرافقات الإدارة، مرافقات إدارتين بنات وولد. أنا أسأل سؤال، هذه المدرسة لو بيها بناتكم، لو بدك معلمة يا مديرة، لو بدك طالبة، تقبلون؟ هاي مدارس الإدارة حاصلة مفرغة بدون جامات، مقاعد مكسرة. هذه يعني تعتبر درجة أولى، هاي تعتبر درجة أولى يعني هاي أصلي. هاي مدارس، هاي المدرسة مالت البنات والولد، هاي حماماتهم، هاي مرافقاتهم، بلكة بدون قلوب. هم زين عمكم بريج، كل مرة ماكو بريج. هاي مدرسة، هاي مدرستين نينوى والنبوغ، ولكم مدى العام الدراسي أطفالنا جاي تنذل وتنهان. هاي صفوفهم، هاي صفوفهم، ولكم الرحلات مكسرة، ولكم الرحلات مكسرة، الرحلة بسبع دولارات، ولكم ما تقدرون تفصلونا، ولكم هاي مأساة، ولكم مأساة، ولكم مكسرة أطفالكم، ولكم جاي تسوون. أريد المسؤول يجي، أعضاء لجنة التربية النيابية تعالوا، تعالوا طبوا، شوفوا العيالات اللي مقدمة، شوفوا المفرغات، تعالوا طبوا بعد يومين عن الدوام. ليش أنا دوم محكور؟ ليش أنا دوم محكور؟ ليش؟ شوفوا عمي، ولكم خراب عمي، ولكم خراب خراب، ولكم والله العظيم إذا ما صار حل يوم يومين ننزل للشارع، أول واحد يتحاسب رئيس الوحدة الإدارية. وان شاء الله انتظرونا يوم اللي ما صار حد للمدارس، انتظرونا بالشارع. نكمل مع هذا الموضوع مشاهدينا الكرام. من محافظة النجف ننتقل بكم إلى محافظة البصرة، وبالتحديد إلى منطقة جرف الملح في قضاء شط العرب، حيث أبدأ أولياء الأمور امتعاضهم من الحال المزري للمدارس، حيث أن أغلب مدارس هذه المنطقة هي مدارس كرفانية تفتقد لأبسط المقومات التي تساهم في تحسين البيئة التعليمية، بالرغم من أنها تقع في محافظة تطفو على بحر من النفط. دعونا نشاهد. من قضاء شط العرب، من منطقة جرف الملح، شوفوا اخوان مدرستين، مدرسة علي مسلم المنصوري الشهيد، والمدرسة الثانية متوسطة الشهيد حسن جاسم التميمي. اخواني الاعزاء، اهالي جرف الملح، تعالوا هنا، هذول تلاميذنا. اخوان شنو هاي، كرفانية المدرسة؟ من يمته؟ من يمته اخوي؟ تعال انت ولي امر؟ ولي امر. من يمته هاي المدارس؟ خلي يسمعون صوتك. صار لها ما شاء الله. ايش قد يعني؟ السنة الثانية انتصار. اكثر دعموا خمسة، أربعة إلى خمسة. هاي منطقة جرف الملح. جرف الملح. نعم. ناس فقراء وناس كلها تعبانة وثلاث أرباعها على باب الله. سوالف المعاناة ومطلقاتها ما شاء الله وكلها التجاوز. شنو هاي الكرفانات؟ بالنسبة هاي الكرفانات لا سياج، نعم،
الرمساني تشلي يجي يوصل للصف. نعم. وحتى حياية موجودة جو شو اسمه الصفوف الكرفانات. الكرفانات الصف هو عبارة عن كرفان اخوان. نعم. الصف عبارة عن كرفان. شو اسمه دائما المحيط مالها ما مصبوب. نعم. يعني الماء يتجمع دي ويصير ما شاء الله. هذا بالشتاء. هذا العمود هم ينتهي. هذا العمود ينتهي. الكرباء الأخوة دائرة الكرباء. أهم شيء إنها قاطع الصالحية. أسبابها ما موجودة بيها. نعم. وهتشوف السياد مالك يعني وسائل حماية التلاميذ ماكو. نعم. يعني حمامات صحية ماكو. ماكو الحمد لله. والله كلش متأذين بالله. متأذين ودول هم تلاميذنا أطفال بعمر الورود. ليش؟ ليش هاي الناس؟ شوف يعني بشرفك زين ذولا تلاميذنا لأن فقراء لأن كسب أهلهم. اليوم شط العرب بيه منفذ الشلام كالحدودي وبي حقول الرقعة التاسعة النفطية سامع بيها؟ لا. أبو منو حضرتك؟ أبو سيف. أبو سيف سامع الرقعة التاسعة النفطية بالشط العرب ملايين الدولارات وبيها شركة كويت أنرجي وغيرها وحقول السندباد وحقول الفحاء النفطية. صدق أنت هاي المدرسة بهاي البقعة اللي لليوم ما حد فزع عنه لا نائب لا مسؤول. وينها وزارة التربية؟ الانتخابات يجون. بالانتخابات يجون. نعم. خير على ابو علاج ومال غذائية وبطانية. ولكن هاي المعاناة أحسن. دعونا نستعرض بعض التعليقات مشاهدينا الكرام بشأن هذين المقطعين. جاسم يقول: حسبنا الله ونعم الوكيل. بلد يصدر أكثر من 5 ملايين برميل نفط يوميا والشعب يعاني من الفقر ونقص الخدمات. تعليق من جواد يقول: محافظ بس ضال يوزع قطع الحاشية ما يشوف هاي المدارس. يعني ما شفنا يوم تبنى لمشروع بناء مدارس. أحمد يقول: بناء المدارس شعار بدون تطبيق. وتعليق لدينا من وليد يقول: مع الأسف هذا واقع مدارسنا المرير. وخلونا نسمع رأي السيد أبو أحمد من بغداد. تفضل يا أبو أحمد حياك الله. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يسلمك أستاذ محمد. أستاذ محمد أنا عطوان أبو أحمد رحم الله والديك. تفضل حياك. ألو. أسمعك يا أبو أحمد أسمع. تعرضت الواحد شرطي جيراني سادس باب. شلون أبو أحمد شلون؟ سادس باب حلو الشرطي. شبيه هذا الشرطي يا أبو أحمد؟ سادس باب حلني بكم سارة بالكرادة بكم سارة. طيب. وقوبية قبار الباب بالباب متجاوزة وكاسة وطابي هو وسيارته من أرش مي يضوج أكون أقرب هو حفرها طال مولد قباري. فقدنا الاتصال يا أبو أحمد. طيب تمام. شكرا يا أبو أحمد. من عندنا؟ سيد ناصر من ذي قار. تفضل يا ناصر. ألو السلام عليكم أستاذ. وعليكم محترم. السلام ورحمة الله وبركاته. الغالي بس أريد أشكي لك همومي وأريد أقول لكم يعني بس أريدك تسمعني شوي رحمة الله على والديك. والديك تفضل. هسه أنا خابرت على القناة الكريمة قناة الرافدين اسمي ناصر رحيم فهد علوان آل وزيوز من عشيرة بن حشيم. والنعم. من الجنوب من الناصر يا ذي غار. والنعم. الله نعم بحاله. أريد أحكي وأريد الناس كلها تسمع وأنا أريد أتحمل مسؤولية لو أن سجن لو أن قتل لو أتعرض لكل شيء أنا أريد أتحمل مسؤولية فأريد أحكي بقلبي والحقيقة. نعم تفضل. الغالي شوف أنا عندي التهاب بالكليتين. نعم. زين عندي التهاب بالكليتين أروح للمستشفيات ما حد يعالجني وظيفة ماكو. عندي قرايبي ولد خالتي وولد عمي من تمين للأحزاب. نعم. جاي يأخذون قطع. عدي من خالتي وذات اللي دون أذكر اسمه ما عدي مشكلة وأتحمل مسؤولية على رقبتي. زين عدي ولد خالتي ولد عمي من تمين للأحزاب ومن تمين للمحافظ. المحافظ مطل ابن خالتي 13 قطعة وهو عمره 21 سنة. زين هاي بالناصر يا ذي غار. زين وابن عمي كذلك وقرايبي وجيراني كلها من تمين للأحزاب هيك جاي ياخذون. جاي لعبون بالفلوس وبالقطع. انا عدي التهاب بالكليتين الحراره ما جاي اتحملها. فلوس. نعم. ما عدي رحت للمستشفى العام اريد اعالج. الدكتوره شويه من خشمها المفروض تخدم المواطن تقول لي ما اذا تريد روح عالج على حسابك. ذبيت الفلوس كلها مالتي وما اقدر اعالج. نعم. زين يعني يا عراق الاحزاب تلعب بينا يعني لا وين يعني لا وين ايران تلعب بينا يعني لا وين. هسه تعالوا للجنوب وشوف ايران سوت بينا. تعالوا للجنوب وشوف ايران سوت بينا. ليش قاعد يتكلمون ويقولون هاي الجاره هاي اللي وقفت ويانا وقت الشدائد ما نسمح لاحد يحكي عليها.
يا جاره يا بيا جاره، مو سليمان قاتل العراقيين بالثمانينات؟ سليمان الحاطين صورته ناشرين صورته بكل مكان قاتل العراقيين. هسه يطلع لك واحد، يطلع لك واحد من ذولا اللي يؤمنون بقيادة سليماني وقيادة المهندس، يقول لك شلون تتجرأ تتكلم عن الحاج الشهيد المقاتل قاسم سليماني هو وأبو مهدي المهندس؟ شلون تجيك الجرأة يا مواطن أنه أنت تنتقدهم؟ مو ذولا مستفادين؟ تعال شوف السيارات الجاي ركبوها، لا يقرأ ولا يكتب، وصاح عنده سيارة 2023 ما يعرف لا يحكي. أنا من عندهم، أحكي لك الصدق، أنا من عندهم، رابوا وياهم قرايب وأهلي وجاء ممليني. والله العظيم مليناك حقائق، إذا أحكي لك إياها شيء براسك من عندي. والله العظيم. طيب أنا بس أريد أسألك يعني أم العراق الإيراني. شوف طبعا عندنا واحد أرسل رسالة على الواتساب، أحد المشاركين، بيها الفاظ صراحة ما تنقال وغير لائقة، لكن هو شو يقول؟ يقول يستاهلون للإرادة وحاكم جعفري. شنو ردك على هذا الكلام؟ أنا أقول لك شوف، الإيرانيين وهذا وغيره جاي يندعون، هم يقول لك إحنا جينا حررنا العراق. أنتم حررتوا العراق منين؟ مو جاي تقتلون العراقيين المسلمين بجميع طوائفهم؟ نعم. تسمع بالذولة جاي يدافعون عنه وعلى الجعفر وغيره والدين الجعفر والإيرانيين وما أعرف شو يقول لك. هاي ناس حشاك ما أريد تلفظ بالفاظ يعني سوئية. نعم. إيران وأتباع إيران دمرتنا دمار. أقول لك ولد خالتي، ولد خالتي ينتمون للدعوة وللسرايا ولفلان ولفلان ولفلان، وطيت اسمي سنة مباشر وجاي أتحمل مسؤولية شنو مباشر أتعرض لاني. نعم. تسمع وياك. أقول لك أحزاب دمرتنا دمار. حس أنا لا عدي وظيفة. نشاطاتهم مو شريفة يا ناصر. عم سرسرية، سرسرية، وحق لا إله إلا الله، وحق لا إله إلا الله، وحق الذي خلقني، لا عدهم دين ولا غيره. يستغلون يستغلون السلطة مالتهم والسلاح. سلطة عم، سلطة جاي يستخدمون بالقوة. سلطة ذولة من جوا الأمريكان، كلهم لبدوا بالبيت. لبدوا بالبيت وهسه صايرين زلم جاي يستعرضون علينا على الفقره، كتبون بالنسوان وبوجهها بالاطفال. اي يا مقاومه، ما تقول لي هسه اسالك سؤال انا مباشره. سليماني يمتى يحب العراقيين؟ مو جانا وقاتلنا بالثمانينات؟ صحيح. يمتى طلعت الفتنه مال فلان ومسيحي وسني وشيعه؟ تدري تفسير اللي موجودين اليوم اللي بالعراق، يقول لك قاتل جيش صدام، قاتل المقاتلين اللي رفعوا راية صدام، وكأنه ذول اللي قاتلوا واستشهدوا بالثمانينات مو عراقيين. أقول لك صدام إجانا منين؟ إجانا من الصين لو من اليابان، مو عراقي صدام. بس ذولي ما أريد أتلفظ بالفاظ سوئية. ذولي خلنا أقول لك شيء، شوف أنا من كان عمري تقريبا 13 سنة، بال 2004 بال 2005 جيت لأبوي يوم من الأيام، قلت له أبوي، قال لي ها، قلت له اقول لك اكو ناس جاي يحكون انجليزي. قال لي شنو جاي يحكون انجليزي؟ قلت له بالمنطقه بشارعنا جاي يحكون انجليزي. قال لي بيت منو؟ قلت له بيت السيد كاظم، بيت السيد كاظم حي العسكري بالناصريه على السريع. زين. قال لي ابوي شلون ذول انجليزي؟ المهم يوم يومين بعدين اخوي راح وياي الكبير، قال له جاي يحكون ايراني. ناس جتنا بال 2004 بال 2005 ما يحكون عربي اصلا. صحيح. وياي انت؟ صحيح. هسه هذا جاي احكي لك يا سيد كاظم وفلان صاروا مسؤولين بالحكومه. نعم. صاروا يتحكمون. نعم. بيني. اشكرك ناصر، اشكرك أصلاً. ناصر شكرا جزيلا، والله يكون بعونك ويشافيك ويعافيك من اللي بيك. الكلام واقعي جدا وصحيح. عشرات الالاف، مئات الالاف حقيقه، من الايرانيين تم اعطائهم الجنسيه العراقيه بسهوله جدا وبسلاسة، ومحاولات تغيير ديموغرافي مستمرة من 2003 إلى اليوم. يريدون يبدلون العراق، يبدلون جلد هذا البلد بالإيرانيين والتبعية. نسمع أم حسن على السريع. أم حسن من ذي قار، تفضل يا أم حسن. فقدنا الاتصال. طيب خلينا ننتقل مشاهدينا الكرام إلى موضوع آخر لدينا في هذه الحلقة، ثم نعود بعد قليل لنكمل استقبال اتصالات حضراتكم. ننتقل إلى محافظة ذي قار، حيث طالب أحد الناشطين الجهات الحكومية بعدم محاربة المواطن الفقير في كسب لقمة عيشه، وطالبهم بتوفير بدائل وفرص مناسبة للعاطلين عن العمل. دعونا نشاهد. يقول ماي على باب الله، البطل بربع دينار، أنت من تقول أنت متسول ولا تبيع، عندك بديل إلى مثلا؟ يعني هسه هذا شاب متزوج وهذا أخوه، يا تعال.
جايين يبيعون على باب الله ماي، ربط الماي حصل له بيه 1000 دينار، انت من الدمنعه بس خلي بالك يمين، انت من الدمنعه يعني معناها تقول للحرب، روح غير شغلات الاخلاقيه، تخلونا مخدرات، تخلونا حبوب كريستال، الولد جاي بيلا يحصل له يوميا 5000، يجي له علاقة شوف فجاه صاير في الشمس تعال وقاعدين بالحواشي، فاحنا رساله الان قائد شرطه ولا مدير النجده القاطع مدير النجده، هذا الزلمه خلوه على باب الله، لا مسوي ازدحام ولا باخذ من جيبك، جاي يشتغل بغيره وشرف، جاي يبيع له ميه يعيش بها له، شو توصل رساله لقائد شرطه؟ جاي عايش عائلتي. الله وكيلك محمد كبير. يا عمي لا تحرمون العالم برزقها وخلي العالم تسترزق الله وماك الزحام رجال جاي يبيع له ساعتين ويروح لأهله، يعني انتم جاي تضغطون على الشباب العراقي حتى ينحرف حتى يروح لغير شغلات، يروح يبوك، يروح يقتل، يروح يسلم، خليه يبيع له ميه وعايش على باب الله. نكمل مشاهدينا الكرام مع هذا الموضوع. يستمر مسلسل استهداف الشريحة الفقيرة في العراق من قبل الجهات الحكومية بذريعة تطبيق القانون دون توفير بدائل مناسبة لهم، حيث اشتكى أحد المواطنين في بغداد من تهديم منزله بذريعة التجاوز دون توفير سكن بديل أو تخصيص أماكن لهم في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها وغياب فرص العمل وانتشار البطالة وغلاء الأسعار وارتفاع أسعار الإيجارات كذلك. دعونا نتابع. السلام عليكم. إلى سيد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وإلى مجلس محافظة بغداد، جت البلدية وغيرها من الجيش وأمر فوج والترقة والزراعة إلى تفتيش الدور. ليش؟ ليش تبشون الدور؟ هاي مو العالم مو كله زراعي؟ الله أكبر، هاي العالم مو كله زراعي؟ بيت باني ب 35 مليون، لا مليون لا مليونين، لحد الآن مطلوب علي فلوس 8 ملايين على مود أفكه. أنا أشتغل عمالة وصار لي سنة صار لي سنة من باني ومسوي وصابه، بدي افك فلوسه شوي شوي على مود اقعد بيه. والله قررت ليش اذا ما قاعد بيه؟ ليش اذا ما عندك امكانيه وين تروح؟ هاي حال شوف شلون مثلا شوف دافع دم قلبي اشتغل عماله واجي على مود شنو؟ على مود ابني البيت. صار 4 سنين وين اروح؟ انا خريج صار 4 سنين وين اروح؟ هاي تعال شوف تفضل جيت من شغل واشوف اجي والقى البيت مفلس. لا بس ما ليش ليش؟ والله جريمة. هسه وين اروح؟ وين اسكن؟ وين اعيش؟ وين؟ وين هسه هذا بيتك تجي تلقاه مفلش؟ لا حول ولا قوة الا بالله. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. تجي وين تروح؟ وين اقعد؟ وين؟ وين؟ اقول لك لا تشتري بالزراعة. تعرف ليش طيتني؟ ليش قلت لي؟ مو هاي عندي انا اقدم معاملة موجودة بالبلدية؟ بشهر الثاني يوم 22 عندي موجودة معاملة على اساس مال التطويب للزراعة. وأنا مشتريها بفلوس. دعونا الآن مشاهدينا الكرام نستعرض بعض التعليقات التي وردت بشأن هذه المقاطع. فرات تقول نفس الحالة هدموا الاثنين مشتملات. تعليق لدينا من باسم يقول مدافع المالات لآمر الفوج. ولدينا تعليق من هيثم يقول يريدوها إلهم للكبارية هاي القطع. وتعليق من وسام يقول حسبي الله ونعم الوكيل، خطية هاي العالم، منو يسكن بالتجاوز غير المحتاج؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. خلونا نسمع رأي السيد أبو سارة من ديالة. تفضل يا أبو سارة. السلام عليكم أستاذ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك عيني صحتك؟ احنا نشوف بناتكم الشريفة والبطلة. الله يسلمك حياك. أنا أعقب على زيارة الحلبوسي لديالة قبل 3 أيام، جانا لديالة الحلبوسي. نعم. لم الحرامية والحاشية لمها ببيته هنا يم بيت سلمان اللي هي بسواتهم عزيمة لمهم يقول ما شاء الله ديالة بناء وش اسمه هو وين يقدر يبني؟ هو من يبني؟ هي كلها حرام بس الحرامية تبني. عم تعال شوف الفقر والبطالة والجرم. عم قتل يوم جاء الحبيب محمد. منهم سيطر على ديالة يا أبو سارة؟ منهم سيطر على ديالة؟ مسيطر على ديالة مثنى التميمي وهذا العامري ورعد الدهلقي وكلهم سراق وكلهم حرامية. يقدر اليوم أي واحد يقدر اليوم أي واحد يمارس نشاط تجاري أو مشروع معين بدون ما تجي هاي الميليشيات بدر وغيرها تفرض عليه الأتاوة؟ لا ما يقدر يسوي، ما يقدر. لا بنبيت زين باكر عقبة يخطفوني أخونا، يعني أبسط شيء هاي. نعم.
الناس الناس اللي بقرة ديالة اللي بقرة ديالة اللي ذبحت اللي ذبحت اللي قال اكسر ظهره وزين شاربه اللي يجي يم هاي المناطق ويتجاوز على اهلها ويخل بالامن متذكره؟ لا اتذكر استاذ عاشف نهر ديالة نهر ديالة الريحه بيتك جايفه النهارده المي كلها وحتى بساعتين كلها ما تهت المي هذا من تسقي بالصال يموت احنا ناس فلح دمرونا الله لا يوفقهم ان شاء الله الله ينتقم منهم الله ينتقم منهم الله ينتقم من عندهم جاه الحبيب محمد. برايك يا ابو ساره السبب بمعاناه اهالي دياله هم السياسيين السنه اللي محسوبين على المحافظه؟ عم هذول مو محسوبين على السنه، هذول محسوبين على ايران، يا اخي الايران يشتغلون للعجم. الله ينتقم من كل واحد. نعم. والناس مرشحين للانتخابات جايبين ولدهم واخوانهم اصبحت ملوكيه هي لهم. اي نعم. أنا أشكرك سيدة أبو سارة شكرا جزيلا والله يكون بعونكم. نسمع رأي السيدة أم حسن من ذي قار. تفضل يا أم حسن. أم حسن السلام عليكم أستاذ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وياكم حسن من ذي قار. تفضل يا أهلا وسهلا. عد مناشدة. نعم. أستاذ تفضلي. إلى وزير التربية. نعم أم حسن. أم حسن إذا مشغلة التلفزيون نصي لو سمحتي. ها؟ إذا مشغلة التلفزيون نص صوته للأخير. نصيت أستاذ عنده مناشدة. تفضلي. والله ابن أستاذ بالثالث ابتداء وطايح بدرس واحد يعني إلى وزير التربية عسى ولا عن يطلع دور ثالث للثالث ابتدائي وللثالث ابتدائي بس راح أسألك سؤال راح أسألك سؤال بذمة وضمير ابنك قرأ هاي المادة لو ما قرأ؟ والله العظيم قاري وتعبانة عليهم بقراية ودورات. طيب ليش رسب ومصاريف ومصاري أنا عدي ست جهال وكلهم الله يكون بعونك بس حتى لن والله العظيم بس حتى لن نطلع عن الموضوع يعني هذا ما بس اسمحي لي هو ليش رسب؟ رسب لأنه أخذوا اجتهاده يعني زوره وبالنتيجة لو هو ما جاوب. والله مجاوب عمته مدرسة ودرسته وأنا مدخلته دورة قبل عمته قبل فترة الامتحانات عمته درسته وأنا متأخرته دورات عدي اثنين وزارة أنا ابنه كبير بالثالث وهو هذا الصغير بالثالث ابتدائي أبو الثالث الحمد لله طلع من الثالث متوسط بقى هذا ودرس واحد يعني سنة كاملة يعيد على درس واحد. نعم. يعني دورات ومصاري تدري بعد الله يكون بعونك موش تدريسهم يعني. نعم. احنا الكادر عندنا بضيقة مو زين تدريسهم. نعم. المعلمات والمعلمين والله العظيم المدارس تعبانة صحيح الله يكون بعونكم يا أم حسن. أنا أشكر حضرتك شكرا جزيلا. الله يكون بعونك أنت وكل ذوي الطلبة والطالبات صراحة الظروف لا تساعد على إخراج أجيال متعلمة بالشكل الصحيح. الظروف صعبة، مدارس متردي وضعها، التعليم في العراق فاشل لأبعد الحدود، وهذا طبعا هذا مو كلامي، هذا كلام التصنيفات الدولية، هو خارج أصلا جودة التعليم الدولية. العراق غير مصنف، يعني حتى ما داخل قائمة التصنيف، هو برا القائمة. إذن هو بلد غير مؤهل لأنه يحتوي على نظام تعليمي رصين. لكن يعني بالنهاية لكل مجتهد نصيب، احنا هم ما نعرف الوضع، يعني إن شاء الله يكون هو مجاوب ويستحق انه ينعاد امتحانه او اختبار الا بدور ثاني. يعني شكرا يا ام حسن. خلونا نكمل مشاهدينا الكرام ما لدينا من مواضيع في هذه الحلقه. ننتقل الى موضوع اخر الى محافظه صلاح الدين، حيث اشتكى احد المواطنين من تلكؤ الاعمال ورمي الانقاض على الجوانب في مشروع الطريق بحي العصري في قضاء بيجي، حيث افاد ان هذا الطريق منذ سنتين يتم العمل به وإلى الآن لم يكتمل وتسبب بمعاناة كبيرة للمواطنين تضاف إلى المعاناة اليومية التي يعيشونها من نقص الخدمات. لنشاهد. عن هذا حال مدينة بيجي الآن، هاي شوف السيارات شلون بالحفريات واقعة. هذا من نص مركز القضاء اللي هو الحي العصري، يعتبر قلب مدينة بيجي. هاي المهزلة اللي داعش المواطن سيادة محافظ صلاح الدين المحترم السيد رئيس الوزراء المحترم محمد الشياع السوداني، هاي المهزلة اللي داعش المواطن قضاء بيجي. هذا مركز القضاء داعش المواطن، هاي حاليا مخزن اللي هو التربية بيجي،
الناس هاي شوف مديرية العامة، تخيل المهزلة اللي قدامها، الناس ما قدرت تطب وتطلع المخزن. هاي وضع المدينة، هاي السيارات واقعة بالحفريات، مواطنين محرومين من محلاتهم وباب رزقهم. هذا حال الأطفال، هاي شلون الأطفال تفتر بالبايسكلات. هاي المهزلة اللي يعيش المواطن. إلى متى هذا المهزلة؟ إلى متى هذا الوضع؟ هذا الشارع صار له فوق السنتين، هاي المهزلة وهاي الخراب. نطالب سيد محافظ صلاح الدين المحترم بالتدخل الفوري، بالتدخل الفوري الحل هاي المهزلة اللي يسوونها المقاولين. نطالب السيد رئيس الوزراء لمحاسبة المقصرين والمسؤولين على الأعمال اللي تصير داخل مدينة بيجي، لأن مهزلة والله العظيم مهزلة، مجرد هدر مال عام لا أكثر ولا أقل، تنفيذ مشاريع حبر على ورق فقط، ماكو أي مشروع جاي يتنفذ. هذا حال المدينة، هاي مدرسة، هاي أسبوع الجاي الدوام، طلاب شو راح يعبرون داخل المدرسة، شو راح يطبون ما أدري. هذا باب المدرسة، هاي المهزلة، شوف المدرسة شلون واقعة لليوم، من 2017 لليوم ما جت عمرت هاي المدرسة ولا أحد يجي عمرها. الإدارة مالت المدرسة واقعة، يستخدمون صف مسوينا إدارة. نكمل مشاهدينا الكرام مع نفس الموضوع وإلى محافظة ذي قار، حيث وثق أحد المواطنين سقوط سياج مجسر الحولي في مدينة الناصرية وتضرر العديد من السيارات، وحمل العديد من النشطاء الحكومة مسؤولية الواقعة، حيث تعاني أغلب الطرق والجسور من التقادم والتهالك وغياب الصيانة الدورية لها. دعونا نشاهد. جسر البوابة، جسر البوابة هذا تشوفونه، جسر البوابة هذه، هذا المحجر طاح فلش السيارات كلها. هاي أول سيارة، شوف شلون، شوف هاي أول سيارة. البيكة وين البيكة؟ البيكة بيجي يا طابة نيسان بدي انقطع. هاي بب... هاي بي... هاي بدي انقطع. هاي شوفوا هذا المحجر شلون طاح مال الجسر، الحمد لله على السلامة. هذا هذا شغل الناصرية، هذا شغل مشاريع الناصرية. شوف هاي سيارة، الحمد لله الحمد لله على كل حال. يعني شنو ذنب صاحبه؟ يا اللي يعوضه، يا اللي يدفع الاضرار. لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه. مستمرون مع هذا الموضوع مشاهدينا الكرام. وثق مواطنون حادث سير في طريق البو احداري في محافظه النجف بسبب التخسفات والحفر الموجوده على طول الطريق، وافاد مدونون بتهشم قدمي سائق السياره بسبب الحادث، وقالوا انه يتم توثيق عشرات الحوادث في هذا الطريق بسبب الإهمال والتلكؤ والفساد الحاصل في هذا المشروع. لنشاهد. نستمر مشاهدينا الكرام مع هذا الملف. الناشط أبو زين العابدين الحسناوي تحدث عن الفساد في الطريق الرابط ما بين محافظة النجف والقادسية، حيث تم تعبيد الطريق بمبلغ 8 مليارات دينار عراقي، ولكن هذا الطريق يفتقد لأبسط معايير السلامة الواجب توفرها عند إنشاء الطرق، مما قد يؤدي إلى المزيد من حوادث السير. لنشاهد. أي أحد إنجازات محافظة جوانية الحالي، الطريق الرابط من محافظة النجف إلى محافظة الجوانية. إيش قلنا لهم؟ تظاهرات ومناشدات وهوسه وانقطع وسوى حوادث مثل طريق البحداري، عشرات الحوادث لان انقطع هذا الطريق لمده سنه.
مش قلنا لهم؟ قلنا لهم صبوه أحسن من محافظة النجف. حقيقة سووا الجماعة صبوه سبعة وكلام الناس البسطاء اللي مثلنا صبوه ما هذا بثمانية مليار. شوف الصب، شوف الصب هذا مصبوب. شوف هذا على طوله الثمانية مليار صب وتبليط. كم لاعب بالديوانية ما تحجون ثمانية مليار سنتين ثلاثة مظاهرات ومناشدات ويا الوزير ويا المحافظ السابق والحالي منتقب فلان ورد فلان. هذا تالي هاي سنة مفتوع الطريق على الناس وعدا حوادث بهذاك الطريق وانصرف 8 مليار من الموازنة الديوانية وبلطوه وصبوه. بس سووا شيشة بالستة قلنا لهم يا اخواني هذا مال قفص دجاج مال طيور حمولكم صورناه بجال يشتغلون. قلنا لهم راح يتفلش ولكم لارواح الناس ولكم فلوس. نفس القضية قاعد يصير بطريقة أبو حداري نفس القضية هساي حوسة والتظاهرات طريقة أبو حداري محافظة النجف. اجي المهندس اللي ماكم طبعا اثنين مهندسين الديوانية والنجف من نجوا مهندسين قلنا هاي هي راح تصير أذربيجان راح تصير تركيا راح تصير دبي النجف والديوانية والمحافظة. تالي النتائج هاي طريقة البحداري قاعد يصبوه هم من ستة سنتين. والله يا دكتور ماجد الوائل راح يفشل. نستعرض بعض التعليقات مشاهدينا الكرام. أحمد يقول الديوانية مدينة منهوبة ومنكوبة تعيش بواقع مزري ومخزي. تعليق من عقيل يقول يا أخي سدوا الشارع الناس أبرياء راحت. وأمير يقول جمالة يريد يسوي قطار معلق بين النجف وكربلاء هو تبليط ما دبرها. تعليق لدينا من كرار يقول بدايتها المحجر بعد فترة الجسر على طول المشتكى لله. طيب عندنا رسالة جتي من السيد رائد صادق جعفر من محافظة النجف. شو يقول بيها؟ يقول السلام عليكم أخ محمد، أنت تقول هناك مئات آلاف من الإيرانيين اللي تجنسوا، أنا من محافظة النجف والله هناك ملايين الأصول الإيرانية المجنسة في العراق وهم من يتسلط على كل شيء في العراق من المرجعية السيستاني وابنه وإلى جميع المناصب. هذه رسالة من السيد رائد صادق جعفر من محافظة النجف. شكرا جزيلا رائد. خلونا نسمع رأي السيد أبو زينب من النجف. تفضل يا أبو زينب حياك الله. الله يحييك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكو حديث ذو صلة بالنسبة لشغلة المدارس وقعها تزري وأنا هنا راح أتحدث كوني مدرس. نعم. والمسألة طبعا تخص كثيرين من الناس. المدرس يا عمره 63 سنة شبه كسيح قاعد بالإيجار مختصر مقيم صار لي 13 سنة أنا من ذوي الشهداء حسبوني على المفصولين السياسيين وطوني قرار. القرار كان الأول يقول من تاريخ التخرج إلى تاريخ 8/4/2003 بعدين شافوا شغل هواية وسنين كذا سواء من تاريخ التشريح بالنسبة للذكور. أنا مواليد 60 متخرج 83 لبست 84 سرحت 30/4/94 على رأسي هذا الكلام كله بس أريد منك تدخلي بالموضوع يا أبو زينب. هو على الموضوع خطأ صار بتاريخ التشريح بدل ما يكتبوا لك 91 كتبوا 98 ضابطوني بس 5 سنوات. بس أنا باقي أطمحهم 7 سنوات صار لي 13 سنة راجع من 2010 إلى الآن 13 سنة. آخر شيء في يوم 10 بعد 2022 قابلت مدير عام دائرة الفصل السياسي في الأمانة العامة لمجلس الوزراء
رسول الحبيب حتى حوالين الزمن يجاوز وصرحت للوضيع وطيت دفتر الخدمة وراوحت لي وقلت له هذا أسمع الأمور وكل الأوراق المطلوبة. نعم. حتى قال لي راح أسألك الستة واكتب لي كل الوحدات اللي ليش ما مشت قضيتك؟ ليش ما مشت؟ معي. ليش ما مشت قضيتك لعد؟ ما أعرف قال لي خلال أسبوع تلقى حتى ورقة بالتعويضات المالية مال 7 ساعات راح أمضي في الكيان سوى أسبوع. ها؟ 7 ساعات أمضي في الكياحة. وقشمرني وضحك علي حتى اليوم 10 9 يلا جت المعاملة يعني 11 شهر معطليها وترجع كاتبني معيد فيكم إضارة المومايا طبعا هي مو إضارة معاملة. ثاني كاتب الانتفاع الحاج انتفاع الحاج شنو؟ يعني أنا تعيين جديد وأبدأ أطالب تعيين. أنت فأنا أعرضها أمام السوداني من خلال برنامجكم لأن عرضتها ببرنامج رأي الأغلبية في قناة العراقية وأخذوا كل المعلومات من عندي وقشفوني وحكوا علي وأشكركم شكرا جزيلا. شكرا شكرا جزيلا سيد أبو زينب من النجف، الله يكون بعونك وحقك يرجع إن شاء الله، واللي ضاع منك تقدر تحصله في زمن دولة عادلة، بس هذا اللي نقدر نقوله لأنه حقيقة ما باليد حيلة ويا هاي المافيات اللي دا تحكم البلد. خلونا ننتقل مشاهدينا الكرام إلى موضوع آخر بفقرة الإنفوغرافيك. سلط قسم التواصل الاجتماعي في قناة الرافدين الفضائية الضوء على واقع القطاع الصحي المتدهور في البلاد نتيجة الإهمال الحكومي والفساد المستشري في المؤسسات الصحية. دعونا نشاهد. الله يوفقنا على الخدمة هذه. مسرحية على الملأ وواقع صحي متهالك يغوص في مستنقع الفوضى والفساد الذي يعيشه العراق والذي يصنف ثالث أسوأ دولة في مجال الرعاية الصحية الأولية بالعالم بحسب موقع نومبيو الذي يعنى بالمستوى المعيشي لدول العالم وجودة الرعاية الصحية. غياب تام لشروط السلامة في غالبية مستشفيات العراق ونقص في الأدوية وترد في خدمات الرعاية الصحية بمختلف مستوياتها فضلاً عن انتشار المستشفيات الخاصة والمراكز غير المرخصة التي تعود لشخصيات وأحزاب سياسية وتتسبب بإزهاق أرواح العراقيين. طلعني يا جنازة والله. إفلات الجناة من شخصيات وجهات سياسية تسببت بانهيار الواقع الصحي في العراق من العقاب يدحض الدعاية الإعلامية لحكومة الإطار التنسيقي وبرنامجها الحكومي الذي يدعي محاربة الفساد واجتثاثه ليكون اجتثاث صحة المواطن العنوان الأبرز. استحنا في طوارئ ربيعة وكون حالة طارئة سيارة أسعاف ما ببنزين ويقولهم أنا ما عندي بنزين والرجل بين الحياة والممات. عراقيون يصارعون الموت في مشاهد أثارت استياء الشارع العراقي تجاه استهانة الحكومة بحياة العراقيين على الرغم من حجم الأموال التي تصرف في مشاريع إعادة التأهيل ولا يرى منها أثر. صار ساعة انتظر هذا سواء الشعار رجل يقولون انتظر الكهرباء انت والكهرباء بعد. حكومة فاسدة تتسبب بفقدان العراقيين الثقة بمستشفياتهم ما يضطرهم للهجرة من أجل العلاج وصرف مبالغ طائلة تقدر ب6 ملايين دولار شهريا تذهب من جيوبهم إلى دول الخارج في بلد أضحت ميزانيته الانفجارية حديث العالم اليوم وتجاذبات سياسية بين القوى البرلمانية تمنع من تفعيل ملاحقات قضائية لقضايا فساد تقدر بنحو 25 مليار دولار في الوزارة خلال السنوات العشر الماضية. مشاهدينا الكرام ننتقل الآن إلى فقرة الهاشتاج. اتهم خريجو كليات العلوم وزير الصحة الحالي صالح الحسناوي بخرق القانون ومصادرة استحقاقاتهم وسرقة درجاتهم الوظيفية، وقالوا بأنه خرق قانون التدرج الطبي وفرز درجات العلوميين عن المهن الصحية وكذلك إعطاء نسبة الحذف والاستحداث فقط من سد النقص الحاصل في درجات المهن، وأكدوا أن التلاعب بالدرجات الخاصة جاء للتغطية على فشله في إدارة الوزارة وللخروج من الأزمة على حساب قانون العلوميين. دعونا الآن نتابع
الوسم الذي تم تداوله في موقع اكس وهو الحسناوي يخرق فقرات العلوميين بقانون التدرج. بعض التعليقات التي وردت على هذا الوسم: منال تقول: لن نسمح بالخرق والتلاعب بحقوق العلوميين. تعليق لدينا من سارة تقول: إلى متى الظلم والتهميش بحق العلوميين؟ لدينا تعليق من كرار يقول: إلى متى التهميش والظلم بحق العلوميين؟ كفى، لن نسكت أو نتهاون عن حقوقنا. زيادة النسبة المركزية لتعيينات العلوميين، إطلاق درجات الحذف والاستحداث إلى 25% أو 25%، إرسال جدول العلوم لمجلس الخدمة الاتحادي. ولدينا تعليق من أحمد يقول: نطالب بما يلي: تحديد نسبة 10% من درجات المهن وبعدد 4600 درجة، وتحديد نسبة 25% من درجات الحذف والاستحداث، وإذا لم تحققوا مطلبنا الذي كفله لنا القانون سوف تكون العواقب وخيمة، وقد أعذر من أنذر. وبهذا مشاهدينا الكرام أصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة، وإلى اللقاء.